السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله الفيديو تاعنا يلقاكم بصحه جيده يا رب. رانا طولنا عليكم على بالي، كنا في عطله ورجعنا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وان شاء الله راكم تشاهدوا فيديوهاتنا وما نسيتوناش. اليوم جبت لكم وصفه جزائريه حره، وهي الكباب باللحم. هنا نبدا نوري لكم المقادير. عندنا اللحم، البصل، بصلة، فلفل أسود، وقرفة، وملح. نخلو الكل يتقلى مع بعض، وبعد ما يتقلى ونمرقوه. كما أنا راح تقلى هنا اللحم. هنا بعد ما تقلى اللحم راني مرقته ما دافي، ما نمرقوش بزاف، ونغلق عليه ونخليه يكمل يطيب. هنا عندي حمص مستوية أو طيبان، كانت في المجمد. عندي ماغنوس نعقد به الكباب نتاعي بعد ما يطيب. درك ندير الحمص بعد ما اللحم نتاعي دخلو الطياب أو طابت لاصوص. راني درت الحميصة أو الحمص. أنا كانت طايبة أو مستوية رميتها بعد ما اللحم دخلو الطياب. نخليها تزيد تطيب مع اللحم، ومن بعد نطفي أو نعقدها بالمعدنوس والبياض البيض والليمون. فاصل ونواصل. راني وليت لكم بعد ما طابت لاصوص نتاعنا تاع الكباب، اللحم مع الحميصة والصوص أو استاو. وصلنا للمرحلة الأخيرة، كنا قلينا البطاطس أو البطاطا. هنا عندنا معدنوس أو بقدونس. وصلنا حبة بيض، دينا البياض نستحقوه. عندنا ملعقة أو ملعقتين من الليمون حسب الذوق. هنا المرحلة الأخيرة، نحطو البطاطا مقلية على صوص، طبعا حسب الحجم نتاع الحلة أو حسب المقادير اللي درتوهم. انا طيبت كلش في طنيجرة الضغط. وباش ندير الطريقة الأخيرة، رجعت لاصوص نتاعي في طنيجرة صغيرة كما راكم تشوفوا. دوك ندير الطريقة الأخيرة، هي ندير البقدونس أو المعدنوس. معدنوس حسب الذوق. ندير بياض بيضة. قطرات من الليمون يعطينا بنة. خلط. طبعا المرحله الاخيره هذه نديرها كي طيب لاصوص واللحم، وندير من فوق. كاين اللي يخلطوا الكل، البقدونس او المعدنوس مع عصير الليمون والبيض. انا اخترت ندير هكذا احسن، ونرجعهم فوق النار مده 5 دقائق حتى ينشف هذاك البياض، ونرجع لكم. راه جهز الكباب تاعنا، شوفوا. طبعا الكباب ما تجيش فيه لاصوص بزاف، حاجه قليله، ويكون مصحوب بالليمون. ديروا له قطرات من الليمون.
مشاهية طيبة، ما تنساوش لايك والاشتراك، تفعيل الجرس. مشاهية طيبة، شكرا لكم جميعا، سلام.